أهلا بكم في فيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة. اليوم سوف نتحدث عن تفسير موت الأم في المنام. أولا، تفسير حلم موت الأم وهي ميتة. أكد المفسرين أنه يعني الزواج القريب لأحد الأقارب، وغالبا ما يكون الأخ أو الأخت لصاحب أو صاحبة الحلم، كما أنه قد يكون على موت أحد أفراد العائلة والذي يعاني من مرض خطير. تفسير موت الأم في المنام وهي حية. يختلف التفسير إذا كان صاحب المنام رجل أو امرأة. رؤية الرجل أن أمه تموت وهي على قيد الحياة دلالة على المشاكل الصعبة التي يمر بها، وقد يكون دلالة على فشله في تحقيق الأهداف التي يرغب في تحقيقها. أما بالنسبة لرؤية الفتاة غير المتزوجة والدتها تتوفى وهي على قيد الحياة، فذلك دلالة على تعرضها للضيق. أما بالنسبة للمتزوجة فهو دلالة على عدم استقرار حياتها الزوجية، وبالنسبة للحامل يدل على تعرضها لصعوبات ومشاكل في أشهر الحمل وأثناء الولادة. تفسير موت الأم في المنام والبكاء عليها. إذا رأى صاحب الرؤية أن أمه توفيت وبكى عليها دون صراخ، فذلك دلالة على قدوم الخير الواسع. وإذا رأى أنه في عزاء، فذلك دلالة على النجاة من الموت أو المرض أو من مصيبة قد يقع فيها صاحب الرؤية. أما إذا رأى أنها توفيت وبكى عليها، فذلك دلالة على وجود شر أو مكروه قد يأتي لصاحب الرؤية أو أحد أفراد أسرته. تفسير موت الأم في المنام للعزباء. رؤية البنت أن والدتها توفيت، فذلك دلالة على تعبها في البحث عن شريك الحياة، ورؤيتها أنها تبكي على موت والدتها، فذلك دلالة على زوال الصعوبات والمشاكل التي تواجهها. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وأيضا تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا إنستغرام، فيسبوك، تويتر.